في البداية أحب أرحب بحضرتك النهاردة معنا في اللو تي في. أولاً أحب أسأل حضرتك إيه رأيك في الإيفنت بوجه عام؟ إيفنت لطيفة جداً ومهمة جداً، مهمة جداً لمهنة المحاماة ومهنة القانون بصفة عامة، وفكرة كويسة أوي إنها معمولة على فكرة في الهواء الطلق، والحمد لله الجو جميل النهاردة والجو صحو. فبصفة عامة بهنئكم على الإيفنت. أحب أعرف رأي حضرتك في وجود قناة متخصصة في مجال القانون، أو يعني media for the legal community in general. الحقيقة دي فكرة أكتر من ممتازة، إن يكون في يعني ميديا متخصصة في مجال القانون، دي من أفضل الوسائل، وأرجو إنها أو أنا على ثقة إنها هتقوم بدور مهم جدا في رفع شأن مهنة القانون والمحاماة بالذات. فلابد أهنئكم عليها تهنئة خاصة، ويا ريت أعتقد إنها كمان أول واحدة في العالم العربي، يعني أنا ما عنديش لا علم لي إنها موجودة في أي دولة تانية أخرى في العالم العربي. فدي فكرة الحقيقة متميزة وفكرة رائدة، بهنيكم عليها تهنئة خاصة. حضرتك شايف ان دي هتبقى مهمة بالنسبة للتوعية القانونية؟ هتلعب دور مهم جدا في التوعية القانونية، وكما قلت هتلعب دور مهم جدا في رفع شأن مهنة المحاماة ومهنة القانون بصفة عامة. هي فكرة الحقيقة مبادرة أو فكرة سباقة في حد ذاتها، ومن الجمع اللي أنا شايفه قدامي هيبقى فيه إقبال عليها، وأنا أو وسيلة لإعلام المجتمع بمهنة المحاماة وبالعمل القانوني، وستساعد على الناس على فهمها والرفع من شأنها قطعا. يعني إحساس حضرتك في المشاركة في الأوبنينج سبيتش النهاردة؟ أنا كنت طواق للمشاركة من أول يوم أنتوا أرسلتوا لي الدعوة. مرة أخرى أنا كنت معتقد أن أنا كنت لازم أتكلم الإنجليزي، فعتدتها باللغة الإنجليزية، بس إن شاء الله إذا دعيت العام المقبل هتكلم باللغة العربية مش باللغة الإنجليزية، لأن أنا عندي إيمان مطلق بلغتنا أنها اللغة العربية. فأنا تكلمت بالإنجليزي لاعتقادي أنها كانت محاضرة باللغة الإنجليزية. أحب أشكر حضرتك وشكراً لتواجدك معنا النهاردة. شكر جداً، وأنا مرة أخرى بهنيكم على وجود وسيلة إعلام متخصصة في القانون، قطعاً هتلعب دور مهم ورائد فيها بلا جدال يعني إن شاء الله. مرسي جداً لحضرتك، شكراً.